بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة الله العالمين. دعاء عظيم جدا أو ذكر عظيم جدا أمرنا أن نقوله عند تذكر المصيبة، فنعطى ثوابا عظيما جدا. أم سلمة رضي الله عنها عندما مات زوجها شهيدا في غزوة بدر، أو قتل شهيدا في غزوة بدر، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات، ثم قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها. فقلت كما قال أو كما علمني الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قلت في نفسي: من أفضل من أبي سلمة؟ مات شهيدا في بدر، ومن المعلوم أن الذين شهدوا بدرا هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء إلى أن تقوم الساعة. فقلت: من أفضل من أبي سلمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي هذا، ولكن قلت هذا الدعاء سيخلف الله عليك حتما ويعوضك ما هو افضل مما فقدت. فكانت ام سلمة تتعجب وتقول: يعني من افضل من ابي سلمة؟ فاذا بالرسول، هذه هي تحكي، فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يطرق بابي يطلب يدي، فجاءني من هو أفضل من أبي سلمة. وانظروا تتدلل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول: يا رسول الله، أنا امرأة كبيرة، ولم تكن كبيرة، كانت في الثلاثينات، ولكن كان أصحابه يضعون الموتى نصب أعينهم. فقال لها: أصابني ما أصابك، ما أصابك، أو أصابني ما أصابك. فقالت له: يا رسول الله، أنا امرأة ذات عيال. قال لها: عيالي عيالك. قال لها: عيالك وعيالي. كلما يعني قالت له حجة أبطل هذه الحجة. سيدة أم سلمة تتدلل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: رسول الله، أنا امرأة غيورة وشديدة الغيرة، أخاف أن أذيك بغيرتي فأهلك. قال لها: سأدعو الله لك فتنزع الغيرة من قلبك. فدعا الله سبحانه وتعالى فنزعت الغيرة من قلبه، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت من خيرة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثت بأحاديث كثيرة، كانت محدثة بهذا الدعاء العظيم. شوفوا سوا هذا الدعاء العظيم، غفر عنه كثير من الناس. الذي لا يعلمه كثير من أكثر الناس أنك إذا أحدثت استرجاعا، أنت تذكر مصيبة أعطاك الله سبحانه وتعالى نفس الثواب والأجر الذي أخذته عند نزول المصيبة. جاء في مسند الإمام أحمد: من تذكر مصيبته فأحدث لها استرجاعا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الأجر مثل ما أخذه عند نزول المصيبة. والأجر إيه؟ الأجر قسمان: تعوض، تعطى ثوابا عظيما من الحسنات، وتعوض بما هو أفضل. شوف الثواب العظيم. يبقى أنت مجرد أن أنت تذكر الله سبحانه وتعالى أو تذكر مصيبتك وأنت خاليا بينك وبين رب العالمين، والمصائب كثيرة جدا، جلست خاليا بينك وبين رب العالمين فدمعت عينك ذكرت المصيبة، استرجع، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فتأخذ نفس، لو ربنا أدك مليار حسنة ساعة المصيبة هتاخد مليار حسنة بالجملة دي. لو ابنك مات وربنا بناك قصر اسمه قصر الحمد كما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث: اذهبوا فاقبضوا ولد عبدي، قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. رب العالمين يكلم الملائكة: أقبضتم فلزة فؤاده؟ قالوا: نعم يا رب. قال: فماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. شو قال لك؟ فيش دعاء استرجاع. قال الله له رب العالمين وهو أعلم سبحانه وتعالى: ابن له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى لو واحد مات ابنه وكل ساعة لو تذكر هذه المصيبة كل ساعة وقال هذا الذكر بقصر في الجنة، شوف الصبر العظيم. إن رأس مش أنا بقول كده، رأس هو ذلك يقول ذلك: كلما تذكرت مصيبتك وأحدثت لها استرجاعا أعطيت نفس الثواب، صغيرة أو كبيرة. خسرت مالا، ضاعت منك وظيفة، خسرت مالا، مات لك عزيز، تذكرت ظلم وقع عليك من أي نوع من أنواع الظلم،
قل انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارجعني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تاخد نفس الثواب اللي انت خدته، مشكله وبس، ده ربنا يعوضك، لان انت قلت اللهم اخلفني، وده دعاء، والدعاء ثلاث، لو ثلاث حاجات، اما ان ربنا يعجله في الدنيا او يدخل له لك في الاخره، وده ثواب عظيم جدا في الجنه، حتى يقول المؤمن، حتى يقول المؤمن عندما يدخل الجنه يا ليتك يا رب ما استكبت لي ولا دعاء. من فضل وعظم ادخار الدعاء في الجنه، او يدفع الله سبحانه وتعالى بها عنك مصيبه اخرى. انت بتحمد ربنا على مصيبه وبتسترجع، يبقى ربنا تبقى في مصيبه نازله من السماء ربنا يردها عنك، يبقى ربنا لازم هيعوضك بشيء افضل. يبقى لو تذكرت مصيبتك ولو كل ساعه واحدثت استرجاعا، اخذت نفس مقدار الحسنات اللي اتخذته لما ساعه نزلت مصيبه، وربنا يعوضك بشيء افضل. في مقابل ثالثه، كثير من الناس لا يعلمها، تنزل السكينه على والرضا على قلبك. وجرب هناك تذكرت مصيبتك، ده بقى علاج لامراض القلوب، ان كثير منا يعاني من عدم الرضا. هو انا المصيبه اللي نازله على دماغي بالذات، هو انا وتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، ف يكون النتيجه ان هو يعني لا ينتزع عنه، لا ينزع عنه البلاء والعياذ بالله. فده علاج بقى لامراض القلوب. ما من انسان يواظب على هذا الذكر ويقول عند نزول المصيبه، او كلما يتذكر مصيبته، الا ونزلت السكينه على قلبه والرضا والطمانينه، وشعر بالرضا والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. وده معناه زوال هذا البلاء وتعويضك بشيء افضل وعلاج قلبي. يبقى ثلاث مراقب عظيم لهذا الدعاء. اولا تاخد نفس الثواب اللي انت خدته قبل كده لما تنزل، لازم لما نزل عليك مصيبه. ثاني شيء ربنا يعوضك بما هو افضل، حتى لو كل يوم قلت الدعاء ده، لان ده دعاء، بمال، برزق، بولد، بصحه، باي شيء. الحاجه الثالثه تنزل السكينه على قلبك، وده علاج لعدم الرضا الذي كنا نعاني اكثر الناس منهم، ربما كنا انا واحد منهم، عدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. فانت تعالج قلبك بهذا الذكر العظيم. فلا اكتب لكم الدعاء ده تحت الفيديو، انسخوه ونشروه، ونشر هذا العلم بثواب عظيم، ولعل علما فلا اجر من العلم يوم القيامه، لا ينقذ ذلك مجبورين شيء. ونشوف تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنه النبويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.